رحبت مصر بقرار مجلس الأمن لحل الأزمة في ليبيا، والذي يفرض حظرا على الأسلحة المتجهة إلى الميليشيات المتصارعة في ليبيا ويسمح للدول المجاورة بتفتيش جميع الشحنات المتجهة إليها. قالت وزارة الخارجية إن القرار يتكامل مع المبادرة التي أطلقتها مصر واعتمدتها دول الجوار الليبي، والتي تهدف إلى وقف إطلاق النار في ليبيا ودعم مؤسسات الدولة الليبية ومحاصرة التطرف والإرهاب والعمل على تسليم السلاح الخارج عن نطاق السلطة الشرعية للدولة سعيا لإعادة الأمن والاستقرار لها.